حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور خالد الحيدان، الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان. بعد التحية دكتور، طبعا بمناسبة ذكرى يوم الإسكان العالمي، نستذكر جهود مملكة البحرين على صعيد تنفيذ الأهداف الأممية والمتعلقة بالتنمية المستدامة، لا سيما طبعا الهدف 11. أمسي عليكم بالخير وعلى جميع المشاهدين، وشاكر لكم هذه الاستضافة. في البداية أحب هذه المناسبة أن أشيد بالإنجازات التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل بلاد مفدى، حفظه الله ورعاه. هذه الإنجازات يعني لتأكد الاهتمام الكبير اللي يحفظه الملف الإسكاني مملكة البحرين من قبل صاحب الجلالة، وكذلك متابعة الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء الموقر، وكذلك متابعة سمو ولي العهد. طبعا حكومة مملكة البحرين دائما تؤكد حضورها المميز في المحافل الدولية. اليوم احنا نشهد الاحتفال بيوم الإسكان العالمي تحت شعار الإسكان للجميع، واحنا كجزء من المجتمع الدولي نشارك في هذا اليوم. طبعا ولله الحمد يعني ان مملكة البحرين لها مسيرة يعني مضيئة من الإنجازات المتعددة في مجال السكن الاجتماعي. في الجانب الآخر طبعا يعني احنا في الوزارة حريصين كل الحرص على التعامل مع الملف الإسكاني وفق السياسات الإسكانية على ثلاث محاور. أولها ضرورة الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية لبناء 40,000 وحدة سكنية. ثانيا العمل ضمن إطار رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة. وثالثا وعلى المستوى الأممي نعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف 11 المتعلق بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود وأن تكون مستدامة من أجل تحقيق جودة السكن وجودة الحياة. نعم، تحديدا نتكلم عن جودة الحياة كما تفضلتم، لو تخبرنا أكثر عن إطار هذا المفهوم في ظل توجيه المملكة نحو بناء مدن جديدة توفر جودة السكن للأسرة البحرينية. طبعا لما نتكلم احنا عن مفهوم جودة الحياة نتكلم عن أوجه عديدة، واحنا حريصين على أن تكون متوفرة في المدن الجديدة. نعم. طبعا التوجه اللي نعمل عليه جاهدين أن يتحقق في جميع المشاريع والمدن الإسكانية حاليا عبر تبني مبادئ جودة الحياة. لما نتكلم عن جودة الحياة نتكلم عن ضرورة وجود نواحي بيئية من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة، نتكلم عن تشجير الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية. أيضا توفير مسارات خاصة لممارسة رياضة المشي والدراجات الهوائية ومناطق مخصصة للرياضات الخارجية لتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة، ومن ثم تحسين صحة المواطن. نعم، الدكتور خالد الحيدان الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان، شكرا جزيلا لك.